السابعة صباحا بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى الصباحية من المستقبل. وفيها قوات المعارضة تتقدم في ريف دمشق، وفشل أمريكي روسي في الاتفاق حول مشروع الحل في سوريا. قمة العشرين بدأت أعمالها في الصين، وملفات المنطقة تهيمن على لقاءاتها. جولة جديدة من الحوار الوطني اليوم مع تزايد التعقيدات والملفات الشائكة. صباح الخير. تلتئم طاولة الحوار اليوم وأمامها جولة جديدة من المراوحة. ليس لبت جدول أعمالها الأم وعلى رأسه بند رئاسة الجمهورية، وإنما لمناقشة بند تفرع عنه يتعلق بإنشاء مجلس للشيوخ، وآخر يتوقع أن يتفرع عنه اليوم وعنوانه الميثاقية. وإذا كان يفترض بأركان طاولة الحوار أن يتقدموا اليوم بأسماء مرشحين للجنة التي اقترح رئيس مجلس النواب نبيه بري تشكيلها من أجل مناقشة ملف إنشاء مجلس للشيوخ، أكدت صحيفة المستقبل أن من بين الأسماء المطروحة النائب سمير الجسر عن كتلة المستقبل والنائب مروان حمادي عن اللقاء الديمقراطي، فإن النقاش سيستكمل ما تم تناوله في جولة الحوار السابقة، إضافة إلى بند جديد سيسعى التيار الوطني الحر إلى فرضه على الطاولة من باب الوضع الحكومي وعنوانه الميثاقية. وعشية الجلسة الحوارية قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره إنه سيتلقى من أطراف هيئة الحوار اليوم الأسماء التي يقترحونها للجنة التي ستتولى وضع نظام مجلس الشيوخ وقانون الانتخابات النيابية، وأنه سيوكل رئاسة هذه اللجنة إلى رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية أو إلى نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري. وردا على سؤال قال الرئيس بري بعد أن نتسلم الأسماء المقترحة للجنة مجلس الشيوخ وقانون الانتخاب، سيكون متاحا لكل فريق أن يطرح ما يريده على طاولة الحوار وهذا من حقه. هذه العناوين مجتمعة سوف تناقشها كتلة المستقبل النيابية من باب الدفاع عن الالتزام والدستور، كما قال رئيس الكتلة الرئيس فؤاد السنيورة لصحيفة المستقبل، مستبعدا حدوث اختراق في الملف الرئاسي بحكم ربط حزب الله الإفراج عن هذا الملف بمكاسب إقليمية. وختم الرئيس السنيورة بالقول إن الدستور حدد الأصول التي ينتخب بموجبها رئيس الجمهورية، كما حدد بوضوح أيضا الأصول التي ترعى اختيار رئيس الحكومة. شدد وزير الصحة وائل أبو فعور على أهمية الاعتدال الذي يمثله الرئيس سعد الحريري في لبنان من أجل الحفاظ على البلد والشراكة الوطنية. أكد وزير الصحة وائل أبو فعور أن الرئيس سعد الحريري حاجة وطنية لكل اللبنانيين، حتى للذين ينظرون إليه بعين الخصومة السياسية. بالنسبة إلينا نحن لا ننظر إلى سعد الحريري من باب المال الذي يملكه، نحن ننظر إلى سعد الحريري من باب الشراكة الوطنية ومن باب الحاجة الوطنية إلى سعد الحريري، من باب حاجة كل اللبنانيين إلى سعد الحريري. لذلك وبكل صراحة كان مأزوما أم كان غير مأزوم، كان أموره متعثرة أو غير متعثرة، سعد الحريري هو حاجة وطنية لكل اللبنانيين حتى الذين ينظرون إلى سعد الحريري بعين الخصومة السياسية. أبو فعور وجه دعوة باسم اللقاء الديمقراطي إلى بعض المكونات السياسية الأساسية في الحكومة وتحديدا التيار الوطني الحر بالعودة عن الموقف الذي تم اتخاذه في مقاطعة عمل مجلس الوزراء. وبالنظر إلى المخاطر المحيطة بنا فنحن نأمل أن تكون عودة سريعة إلى مجلس الوزراء وإلى انتظام عمل مجلس الوزراء لتبقى هذه المؤسسة هي الحصن الأخير والبنيان الأخير من المؤسسات الدستورية التي تنبض حماية للوطن وحماية للمواطن. أبو فعور قال لو كنا دولة لانتخبنا رئيسا للجمهورية وفعلنا عمل مجلسي الوزراء والنواب. اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنه يوجد طريقان لحل الأزمة في لبنان، إما طريق السلة المتكاملة وإما أن تكون هناك حلول جزئية، كل حل يتبعه حل آخر. ليس المهم أن نناقش بالعموميات والنظريات من أين نبدأ وكيف نبدأ، لأنه يوجد طريقان للحل، إما طريق السلة المتكاملة التي يتم الاتفاق على عدد من النقاط من أجل إنجازها، وإما
أن تكون هناك حلول جزئية، كل حل يتبعه حل آخر وهكذا، بدل أن نناقش إذا كانت السلة جيدة أو الحلول الجزئية جيدة. فلنتفق أولا على قانون الانتخابات الذي يصلح للبنان ويكون عادلا، بعدها نحدد إذا كان يكون جزء من السلة أو وحده. تعالوا نتفق على انتخاب رئيس للجمهورية ونحدد من هو شخص الرئيس، بدل أن نضيع الوقت في المواصفات وفي المعطيات وفي النظريات المختلفة. إما أن توافقوا على فلان أو فلان أو لا توافقوا، تعالوا نتفق على شخص الرئيس من هو، ثم بعد ذلك هذا يفتح لنا الطريق للاتفاق على أمور أخرى، أو ننجز هذا الاستحقاق بالطريقة المناسبة. تصنيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامي من بين حكام البنوك المركزية الأفضل في العالم. حصد حاكم مصرف لبنان رياض سلامي درجة A، وصنف من بين أفضل حكام المصارف المركزية وفق تقرير نشرته مجلة جلوبال فاينانس حول أفضل رؤساء البنوك المركزية في العالم. التصنيف يصدر سنويا منذ عام 1994 ويشمل 75 دولة رئيسية والاتحاد الأوروبي، ويتراوح بين درجة A ودرجة F. ومن يصنفون A يعني أنهم حققوا النجاح عبر السيطرة على التضخم وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي واستقرار سعر صرف العملة وإدارة أسعار الفائدة، فيما من يصنفون F يعني أنهم يمتازون بالفشل الذريع في هذا المجال. وبحسب تصنيف مجلة جلوبال فاينانس، فإن لبنان إلى جانب باراغواي، بيرو، الفلبين، روسيا، تايوان وبريطانيا يتمتعون بأفضل حكام المصارف المركزية في العالم خلال العام 2016، وقد حصلوا على الدرجة A، كما حصل كل من رؤساء البنوك المركزية في الأردن والمكسيك والمغرب والولايات المتحدة على درجة A-. رفعت شركة سوكلين النفايات من المكبات في بيروت بعدما توسعت مؤخرا رقعة تراكمها وتجاوزت مناطق المتن وكسروان وبعبدة إلى قلب العاصمة بيروت. عود على بدء، الأزمة التي بدت مؤقتة طال أمدها في الشوارع وبين الناس وتحت الجسور، أضحت بلاء المواطن اللبناني أسير التجاذبات السياسية. في بيروت رفعت شركة سوكلين النفايات من المكبات بعدما أعلن وزير الزراعة أكرم شيب المكلف من الحكومة متابعة الملف أن الأزمة في بيروت ستحل خلال 24 ساعة من دون أن يوضح تفاصيل هذا الحل. والسؤال الذي يطرح، إلى أين ذهبت إذن؟ بلدية بيروت قدمت أرض بالكارانتينا كرمال حط زبالة بيروت وزبالة المستشفيات بفتكر، وبفكر هي الارض هن وقتها بدهم بيوجدوا اللي بدهم اياه، بس وقت ما بدهم بسكروا كل شيء. لا، الزباله بيروت مثل ما شالوها فيهم يشيلوها وين ما كان. قرار ازاله النفايات لم ينسحب على مناطق المتن الشمالي وكسروان، الامر يختلف هنا. حزب الكتائب والتشناق يرفضان اقامه المطمر في برج حمود وهم يقفلون ابوابه امام شاحنات النفايات. عم بهددونا بالنفايات العطرات، نحن ناطرين على هالشغله، منشان هيك عم نطلب من البلديات يتحملوا مسؤوليتهم، يشيلوا الضرر عن العالم، اللي الضرر القريب عن العالم، لكن لقينا حل للجميع. يعني نحن ما بحب كلمه انه عم نتحارب فيها شغله، بس نحن من اول نهار نازلين عارفين شو عم نعمل، عارفين شو ناطرنا. لمن اول اليوم بلشوا يقولوا لنا يا زباله على الطرقات يا بدك تفتح المطمر، نحن مش هنرضى بهالابتزاز. المشروع اول ما وافقنا عليه بمجلس وزراء كان محطوط انه بده يعملوا له اثر بيئي والزباله تنفرز، لا اثر بيئي عملوا ولازم لا الزباله عم تنفرز. حزب الكتائب وحزب التشناق حزبين موجودين بقوه بالمتن وعم نتواصل على طول، بس هن اليوم ما طلبهم يمكن شيء ونحن ما طلبنا شيء تاني. هلا عم نجرب، عم بصير في اتصالات مكثفه بين كل الفعاليات وكل الاحزاب حتى نجرب نوصل لحل يرضي الجميع. في ظل حالة الكباش القائمة يبقى الحلم والأمل الذي ينشده المواطن أن تشهد الساعات المقبلة حلولا ترفع كابوس النفايات، وهذه المرة إلى غير رجعة.
في صيدا ألقى مجهول قنبلة يدوية على مقهى بالقرب من مستشفى الهمشري في المدينة من دون الإفادة عن وقوع إصابات. في النشرة بعد الفاصل: مقتل عشرات الحوثيين خلال محاولة تسلل في جازان. أهلا بكم من جديد. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شن بالأمس الأحد غارة جوية استهدفت مواقع للجيش السوري في شمال هضبة الجولان ردا على سقوط قذائف هاون في الشطر المحتل من الهضبة السورية. من جهته أكد المتحدث باسم العدو بيتر ليرنر أن الحكومة السورية تتحمل مسؤولية هذا الانتهاك للسيادة الإسرائيلية. سيطر الثوار على مواقع استراتيجية في الغوطة الشرقية في ريف دمشق ودكوا مطار حمال عسكري بصواريخ الجراد محققين إصابات مباشرة. في إطار المواجهات المندلعة في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، كبدت المعارضة السورية النظام وميليشياته خسائر بشرية كبيرة تجاوزت 200 قتيل، إلى جانب تدمير واغتنام عدد من الدبابات والأليات العسكرية خلال الساعات الماضية الأخيرة. جيش الإسلام أكد أن المرحلة الرابعة من معركة ذات الرقاع التي أطلقها أخيرا امتازت عن سابقاتها بضخامة الأعداد وامتداد الجبهات إلى نحو 12 كيلومترا، وسيطر على جزء كبير من بلدة تل الصوان وأجزاء من بلدتي حوش النصري وحوش الفارة. وتمكن الثوار من تدمير دبابات ومدرعات لقوات الأسد، بالإضافة إلى اغتنام دبابات ومجنزرات وكميات من الأسلحة المتوسطة والخفيفة. وإلى حماة، وردا على استهداف المدنيين من قبل قوات الأسد، واصل الثوار استهداف مطار حماة العسكري بصواريخ الجراد، ما أدى إلى مقتل ضابط وعدد من الشبيحة. كما تصدت المعارضة لمحاولة قوات النظام التقدم باتجاه بلدة معردس، وشنت هجمات حول بلدة كمحانة وحاجز شليوط، وتمكن الجيش الحر من تحرير نقاط جديدة قرب معان. وإلى ريف حلب، سيطرت فصائل الثوار المنضوية ضمن غرفة عمليات درع الفرات على كرة عدة غرب مدينة جرابلس بعد اشتباكات مع تنظيم داعش. كما أحرزت تقدما شرق مدينة الراعي بعد عبور دبابات وأليات عسكرية تركية الحدود باتجاه البلدة، وعاد التصعيد إلى مدينة حلب. وأعلنت المعارضة أن طريق الكاستيلو وما حوله بات منطقة عسكرية سيتم استهدافها بالمدفعية وراجمات الصواريخ. في المقابل، نفذت طائرات سورية وروسية سلسلة غارات على مناطق الاشتباك وعلى مناطق أخرى في بلدة خان تومان ومحيطها في ريف حلب الجنوبي. وتحاول قوات النظام بشتى الوسائل إعادة السيطرة على منطقة الكليات التي خسرتها الشهر الماضي، إلا أن الثوار يتصدون لتلك المحاولات بقوة وسط معلومات عن انسحاب المعارضة من كلية التسليح لأهداف تكتيكية. وقصفت قوات الأسد صباح اليوم بالقنابل الفسفورية بلدة عندان في ريف حلب الشمالي، كما استهدفت الطائرات الحربية مناطق في بلدة كفرناها في ريف حلب الغربي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وفي الشمال السوري، الجيش الحر يطرد مسلحي تنظيم داعش من آخر معاقله على الحدود السورية التركية، والقوات الأمريكية تستخدم صواريخ بعيدة المدى في قصف مواقع التنظيم. في إطار عمليات درع الفرات، وبعدما وسعت القوات التركية من انتشارها في الشمال السوري لطرد داعش وإرسال المزيد من الدبابات إلى بلدة الراعي، شنت المقاتلات التركية غارات عنيفة على مواقع التنظيم في منطقتي القاضي ووقف بالريف الشمالي لمحافظة حلب. وعلى الأرض، دفعت تركيا بتعزيزات عسكرية جديدة إلى المناطق الحدودية مع سوريا في ولاية كلس، وأشارت الأنباء إلى أن دبابات وعربات مدرعة وصلت من ولايات تركية عدة إلى كلس كدعم لوحدات حرس الحدود. المتحدث باسم الجيش الحر أكد أن عناصره سيطروا على 8 قرى قرب الحدود السورية الشمالية، وأضاف أن هذه القرى تقع شرق وجنوب بلدة الراعي. وفي السياق، قال أحمد عثمان قائد فرقة السلطان مراد المدعومة من تركيا أن العملية العسكرية هي المرحلة الأولى قبل التقدم إلى الباب ومنبج. في المقابل، تطور جديد دخل على خط المعارك، فقد أعلنت السفارة الأمريكية في أنقرة أن منظومة صواريخ هيمارس المتمركزة قرب الحدود التركية السورية بدأت تشارك في قصف أهداف تابعة لتنظيم الدولة داخل سوريا. وأوضح المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف ضد تنظيم داعش أن القوات الأمريكية قصفت أهدافا له في سوريا باستخدام نظام هيمارس الذي تم نشره حديثا على الحدود التركية، في خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وتركيا في قتال داعش.
فضت مدفعية القوات السعودية وطيران التحالف العربي هجوما لميليشيات الحوثي قبالة محافظة الطوال في منطقة جازان السعودية. طالبت الحكومة اليمنية السلطات العراقية بتوضيح موقفها الرسمي من استقبالها وفدا من جماعة الحوثي واعتراف مسؤولين في بغداد بالمجد السياسي الأعلى المشكل من قبل الحوثيين وحزب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. واعتبرت الحكومة اليمنية ذلك الاستقبال والتصريحات مخالفا لقرار مجلس الأمن الدولي وتحدي واضح لإرادة الشعب اليمني والإجماع العربي والدولي المؤيد للشرعية وإنهاء الانقلاب. أما ميدانيا وعلى الحدود اليمنية السعودية فأفشلت مدفعية القوات السعودية وطيران التحالف العربي هجوما لميليشيات الحوثي قبالة محافظة طوال في منطقة جازان السعودية، وأسفرت العمليات عن مقتل نحو 40 عنصرا على الأقل من ميليشيات الحوثي بعد محاولتهم التسلل إلى منفذ الطوال الحدودي، ودمر الطيران التحالف العربي عشرات الآليات العسكرية وعددا من الدبابات التي سندت الميليشيات أثناء الهجوم. وفي الداخل اليمني صدت القوات الشرعية هجومين متزامنين لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في محافظة حجة شمال غربي اليمن، ووقع الهجومان على مواقع عسكرية تابعة للواء 82 بمنطقة ميدي في حجة بهدف التقدم نحو الميناء المطل على البحر الأحمر، وأسفرت المواجهات أثناء صد الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين. وفي العاصمة صنعاء شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية مكثفة على دار الرئاسة ومعسكرات النهدين والأمن المركزي، واستهدفت الغارات الجوية للتحالف الانقلابيين في محافظات أخرى، فقد طاول القصف الكلية الحربية في مدينة الحديدة غرب اليمن، كما جرى قصف معسكر لواء 310 في عمران، وفي تعز استهدف الطيران مواقع الميليشيات في المطار القديم شرق المدينة. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. الفاتيكان يعلن قداسة الأم تيريزا. أهلا بكم من جديد. على الرغم من طابعها الاقتصادي احتلت الحرب السورية صدارة الاجتماع في أروقة قمة العشرين، إلا أن البارز كان في مصادقة كل من الصين والولايات المتحدة أكبر اقتصادين في العالم على اتفاقية باريس الدولية للمناخ. القمة 11 لمجموعة العشرين انعقدت في مدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية، القمة التي تستمر ليومين تحت شعار نحو اقتصاد عالمي ابتكاري وناشط ومترابط، تبحث في سبل تحقيق نمو اقتصادي عالمي قوي ومستدام. وبالرغم من الطابع الاقتصادي للقمة إلا أنه هيمنت عليها الأزمة السورية والحرب على الإرهاب. الرئيس الصيني دعا إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثمار وتفادي الإجراءات الحمائية، وذلك لدى افتتاحه أعمال قمة العشرين التي شهدت لقاءات ثنائية عدة بين زعمائها. وشهدت القمة على هامشها لقاءات ثنائية بين المؤتمرين بحثت في قضايا دولية مشتركة، منها اللقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيريه الأمريكي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين. ففيما أكد أوباما التزام بلاده بمساعدة أنقرة على مثول مخططي محاولة الانقلاب أمام العدالة، رحب بوتين بعودة الحياة السياسية الطبيعية إلى تركيا. وقبيل انعقاد القمة وقعت واشنطن وموسكو على اتفاق باريس للحد من التغيير المناخي، وهو ما رحب به الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وعلى هامش القمة قالت بريطانيا وروسيا إنهما تتطلعان إلى تحسين العلاقات عبر الحوار، وذلك عقب أول اجتماع بين رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة تيريزا ماي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي سياق متصل أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي التقاه على هامش القمة، أكد أن التعاون بين السعودية وروسيا سيعود بالنفع على سوق النفط العالمية. من جهته أكد بوتين أن من المهم لروسيا أن تبقي الحوار مفتوحا مع المملكة العربية السعودية. أعلن الفاتيكان قداسة الراهب الراحل الأم تيريزا، وذلك للجهود التي بذلتها على مدى عقود من أجل الفقراء في العالم خصوصا في الهند. قرار الفاتيكان أعلنه البابا فرانسيس الأول. بعد 19 عاما على وفاتها، الراهبة التي اشتهرت بدفاعها عن الفقراء والمنبوذين في العالم قديسة على مذابح الكنيسة الكاثوليكية. وأعلن البابا فرانسيس قداسة الأم تيريزا التي تحولت رمزا عالميا للالتزام بقضايا الفقراء، وقال نعلن طوباوية تيريزا قديسة لتكون مكرمة على هذا النحو في الكنيسة. هذا الحدث في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان حضره نحو 12 رئيس دولة ومئات الألاف من المؤمنين الذين أتوا من مختلف أصحاب
قاع الأرض بالتزامن مع العديد من الاحتفالات في العالم خصوصا في الهند. الأم تريزا زارت لبنان لمرتين في العام 1979، وفيما كانت حرب لبنان مستعرة حملت قديسة الفقراء مقتنياتها وأتت إلى بيروت، حيث عمدت إلى تأسيس إرسالية لها لتقديم العون إلى المعذبين. في منتصف آب من العام 1982 أتت للمرة الثانية إلى بيروت، وذلك لتقديم المعونة للمتضررين خلال الاجتياح الإسرائيلي. استطاعت الأم تريزا الحائزة على جائزة نوبل للسلام في العام 1979 من عبور ما كان يسمى خطوط التماس، وتمكنت من وقف إطلاق النار لفترة من الوقت، ريثما يتم إنقاذ مجموعة من الأطفال المرضى كانوا محاصرين في أحد المستشفيات. ويعد هذا العمل من أبرز المواقف الإنسانية للأم تريزا، ففي 14 من آب 1982 ساعدت الأم تريزا على إخلاء 37 طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة من مستشفى للأمراض النفسية في مخيم صبرا للاجئين إلى مدرسة الربيع، وهي جمعية كانت أسستها قبل عامين. ولدت الأم تريزا في العام 1910 في عائلة ألبانية في سكوبي، دخلت الدير في سن 18 وأرسلت بعد ذلك إلى كالكوتا للتعليم. في العام 1950 أسست جمعية مرسلات المحبة، والتي باتت تضم اليوم 5000 راهبة يكرسن حياتهن لأفقر الفقراء عبر العالم ويعتمدن التقشف الكامل. في العام 2003 أعلن البابا يوحنا بولس الثاني الأم تريزا طوباوية، وابتداء من اليوم أصبحت تريزا قديسة. وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. قوات المعارضة تتقدم في ريف دمشق، وفشل أمريكي روسي في الاتفاق حول مشروع للحل في سوريا. قمة العشرين بدأت أعمالها في الصين، وملفات المنطقة تهيمن على لقاءاتها. جولة جديدة من الحوار الوطني اليوم مع تزايد التعقيدات والملفات الشائكة. ختام الصباحية لهذا اليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.